أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، كذا يقول ويقول يسكن معي شخص مسيحي، ويقول لي يا أخي ونحن إخوة ويأخذ معنا ويشرب، فهل يجوز هذا العمل وما هو واجبي تجاهه؟ الواجب أن تبتعد عنه ولا تسكن معه، لأنه عدو لله ورسوله وعدو لك، وسكناك معه والانبساط معه ومصادقته ومصاحبته هذا يتنافى مع الولاء والبراء، عليك أن تبتعد عنه. وإذا قال لك يا أخي قل كذب، لست أخا لي، أنت أخ للشيطان لست أخا لي. عيني الاستساهل في هذه الأمور.